وعد ليش دائما تشتري من كاسكو؟ انا اقول لك ليش. على مود هاي شوف الفيديو الاخير حتى تعرف. 3 اشهر لك حق ترجع الشغله، قبل كان سنه كامله، حاليا 3 اشهر. وشغله ثانيه، اذا تشتري الشغله مشتريها بسعر قول $800، ها بعد كم يوم شفتها حاطينها على السيل، تروح لهم يرجعوا لك الباقي. وإذا هم مرة ثانية هم بعد نزلوها هم تقل لهم خلال 3 أشهر هاي وترجع لك الفلوس. شوف الفيديو. 20 يوم اشتريت هاي مالت الركض تريد ميل، اشتريتها ب 999، وعليها تخفيضات 150 صارت 850. جيت هسه ألقاها هم منزليها، عندي الفاتورة، تروحون تحجون اياهم يعطوكم الفرق يرجعوا لكم اياه. قلت لهم للمانجر رجع لي 150، خليني اراويكم المبلغ اللي راح يرجع لي. ثانك يو فيري ماتش، ابريشيت. خلصنا رجعنا تقريبا شنو 41 شفتوه والله نسيت. المهم يلا الحلو بكاسكو، يعني حتى لو تشتريها بعد ما ادري ايش قد شهر ولا شهرين خلينها على السيل وعندك الفاتوره تقدر يطوك اياها. هاي ثاني مره انا اشتري شغله وبعدين هم منزليها بعد ترجع لي الفلوس اللي اشتريتها، ترجع لي الفلوس، لا يعني يرجع لي مبلغ من الديسكاونت اللي خالي عليها.